معايا استاذ بشام الشماع، باحث في علم المصريات. الو اهلا يا فندم بكم. استاذ بسام، ازاي حضرتك؟ اهلا بكم، الحمد لله ببركه ونعمه. اهلا بيك. يعني عندنا حدث عالمي بكره، حضرتك شايفه ازاي؟ الحقيقه يعني هذا الحدث نقل 22 ملك وملكه، عندنا 18 ملك من الاسماء الشهيره عندنا في علم المصريات، اسماء رنانه مش في مصر بس، يعني في العالم كله. تمام. عند حضرتك النهارده تقريبا 400 قناه بتنقل من القاهره، الرحله اللي هتطلع من ميدان التحرير، من متحف التحرير التليد اللي المبنى بتاعه متحف اثر. يعني العالم تبص ليه مثلا بيبني متحف او بيبني بياخد قصر يعمله متحف، لكن عندنا في التحرير ده اتبنى علشان يبقى متحف، وبالتالي طالما عدى عليه 100 سنه هذا المبنى فهو ذات نفسه بيعتبر اثر. فبتخرج ال 18 ملك والاربع ملكات وبيتوجهوا مباشره بالعربات اللي صمموها على الطريقه المصريه القديمه باسمائهم الهيروغليفيه اللي مكتوبه على المركبات، ويتوجهوا الى متحف الحضاره بالفسطاط بجانب عين الصيره. من هذه الاسماء بقى، ودي بقى بسرعه كده نقول ان احنا ممكن نستفيد من هذا الموكب، طبعا الاستفاده الاثريه والثقافيه والسياحيه معروفه، لكن انا فقط برضه بقترح ان احنا نستفيد عن طريق تصدير التاريخ الصحيح للعالم وللمصريين. صحيح. عن طريق هذا الموكب. صحيح. يعني صحيح. مثلا لو انا الامر بيدي المصري صول بما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. يعني مثلا لو وضعت مثلا الملك سخن نرعطة عاهد ثاني في مقدمة الموكب، لو كان الأمر بيدي. ليه؟ لأن سخن نرعطة عاهد ثاني ممكن كل الناس عارفين رمسيس الثاني، وهو سوف ينقل من ضمن ال 18 ملك. أو كل الناس تعرف من حتب الثالث. لكن سخن نرعطة عاهد ثاني ممكن في ناس ما تبقاش عارفة اسمه، رغم أنه الأهم من وجهة نظري أنا الشخصية، لأنه بذل العطاء لمصر وبذل الروح لمصر، حتى أنه قتل في حروب التحرير ضد الحكاو خاسوت اللي احنا اللي بعد كده بقوا بيسموهم الهكسوس. وده معناها أن ملك مصر كان بالجراء والشجاع، احنا نسميه عندنا في علم المصريات الشجاع، لأنه ملك وكان في الصفوف الأولى يحارب، مش واقف على تل عالي عمال يشاور يمين وشمال. صحيح. وهجوم وروح هنا وتعالوا هنا، لا، ده مصري، ده الجينات المصرية بقى. صحيح. الجينات المصرية داخل وحارب، وفي الآخر خالص نجحوا المصريين بعد 108 سنة من احتلال الشمال في أن يتخلصوا من هذا الطاعون كما أطلقوا عليه الهكسوس أو الحكاو قاسوت، وتحررت مصر من واحدة من يعني أكثر أوقات التاريخ المصري القديم حساسية. وابتدت من هذا التحرير بقى، من تحرير شمال مصر، ابتدت فكرة الدولة الحديثة، فكرة الانطلاقة بقى من حيث كمان قوة الجيش وقوة التربيبات. وبدأ ملك برضه هينقل بكرة إن شاء الله اسمه جحيتمس الثالث، تحتمس الثالث. جحيتمس الثالث ده، ودي التسمية الصحيحة، مش تحتمس، ما فيش تحتمس في الهيروغليفي، جحيتمس. جحيتمس ده بقى أخيرا هقول لكم إن هو قاد الجيش المصري، هو حكم 54 سنة، قاد الجيش المصري ل 17 معركة عسكرية انتصر فيهم كلهم، منهم معركة مجدو اللي هي في السنة الأولى من حكم جحيتمس الثالث، اللي بتدرس لغاية دلوقتي في الأكاديميات الحربية. خلينا نقول إنها احتفالية كرنفالية تاريخية
مصرية إن شاء الله يشاهدها العالم كله بكرة بإذن الله. شكرا لحضرتك، يعني فعلا احتفالية تاريخية لمصر يعني.